السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده في قناتكم اكل وشرب. النهارده هنتكلم سوا عن موضوع مهم جدا، هو موضوع الانوثه عند المراه. هنعرف مع بعض النهارده علاقه انوثه المراه بموضوع الخصوبه والقدره على الانجاب، وعلاقه الموضوعين دول بالتوازن الهرموني الموجود عند جسم المراه وجسم الفتاه، وازاي نقدر نحقق التوازن الهرموني دوت من خلال بعض الاطعمه والمشروبات وبعض الخضروات والفواكه اللي ممكن تكون متوفره في كل بيت ونحقق بيهم هذا التوازن. ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني عشان نبدأ كلامنا في موضوع الأنوثة وموضوع التوازن الهرموني في جسم المرأة. عندنا ثلاث هرمونات في غاية الأهمية لهم دور كبير جدا في تحقيق إحساس المرأة بأنوثتها، وفي نفس الوقت تحقيق ما يسمى بمصطلح كبير جدا اسمه الخصوبة أو القدرة على الإنجاب في جسم المرأة. الثلاث هرمونات هما هرمون الاستروجين، وده بيسمى هرمون الأنوثة، هو الهرمون المسؤول عن إظهار مفاتن المرأة زي ما بيقولوا كده، إظهار التدوير الأنثوية، إظهار المظاهر الجنسية الأنثوية في جسم المرأة. الهرمون الثاني هرمون البروجستيرون، هو هرمون بيسموه هرمون الحمل، بيفرز في جسم المرأة بشكل متناسب مع هرمون الأستروجين، والتوازن بينهم مطلوب جدا زي ما هنعرف بعد كده. وفي هرمون اسمه هرمون الحليب أو هرمون البرولاكتين. هرمون البرولاكتين هو الوحيد اللي بيفرز من الغدة النخامية، في أسفل المخ. اما هرمون الاستروجين وهرمون البروجستيرون بيفرزوا من المبيض. لو خدنا نظره سريعه كده عن الجهاز التناسلي عند المراه، نظبط الفوكس مع بعض، هنلاقي الجهاز التناسلي مكون من عندنا الفاجينا او المهبل، وعندنا طبعا عنق الرحم والرحم المزود بطانه سميكه، وعندنا هنا لو قلبنا الشكل عشان نشوف الجهه المقابله هنلاقي هنا قناه فالوب، وهنا دوت المبيض. المبيض هو اللي يفرز منه هرمون الاستروجين وهرمون البروجستيرون. هرمون البروجستيرون احد مصطلحاته او احد مسمياته هو هرمون الحمل. بيفرز ليه هرمون البروجستيرون؟ الوظيفه الاساسيه بتاعته هو بيخلي الرحم يستعد لاستقبال البويضه المخصبه في حاله تخصيب البويضه، بيخلي الرحم بطانه الرحم تتضخم وتكون تضخمات زي ما احنا شايفين كده، جدارها يتضخم وتكون مستعده لاستقبال البويضه المخصبه. في حاله عدم تخصيب البويضه كل التضخم دوت بيرجع ينزل في البريود او الدوره الشهريه او الطمس ايا كان المصطلح. فدي نظره سريعه كده بس عشان نعرف الميكانيزم بتاع البروجستيرون والاستروجين. نرجع تاني للتوازن الهرموني. التوازن الهرموني مكون زي ما قلنا من ثلاث هرمونات، استروجين بروجستيرون برولاكتين. التوازن الهرموني دوت مهم جدا في العمليات الحيويه في جسم المراه، وممكن نقدر نظبطه او نساعد في ظبطه عن طريق بعض الاطعمه والمشروبات والاعشاب اللي موجوده عندنا ومتوفره في كل بيت. اول حاجه هنقدر نتكلم عنها ايه هو الشمر واليانسون. الشمر واليانسون، لو احنا خدنا النموذج بتاع الشمر واليانسون كده على جنب عشان في ناس كتيره جدا قالت لنا ايه الفرق بينهم، هنستاذنكم نظبط الفوكس عليهم. الشمر الحبوب بتاعته زي ما انتم شايفين كده خضره وكبيره في الحجم، وباين جدا ان هي في يعني مستقيمه وفي بعض منها في انحناء خفيف. دي الشمر او الحبه الحلوه او الحبه حلاوه او ذريعه البسباس ايا كان المسمى، هو دي بذور الشمر الفانل يعني باللغه الانجليزيه. وده اليانسون، في اختلاف كبير جدا من شكله عشان في ناس مفكره ان قالت لنا في الفيديو بتاع الشمر اللي عملناه ان الشمر هو اليانسون وبيختلط عليهم الامر. الشمر غير اليانسون يا جماعه، ده شكل وده شكل ومختلفين جدا اهم. طيب بيعمل ايه بقى الشمر واليانسون؟ مغلي الشمر واليانسون لهم دور كبير جدا في زياده هرمون الاستروجين في الجسم، وبالتالي بيبقى له دور كبير جدا في اظهار مفاتن او اظهار الصفات الانثويه لجسم المراه للناس اللي عندها نقص في هرمون الاستروجين. طب نقص هرمون الاستروجين ده ممكن يجي منين؟ له عده اسباب ممكن نسترسل فيها بس انا مش عايز الفيديو يطول.
في اسباب منها يكون منهم اسباب وراثيه ومنهم اسباب موضعيه، زي مثلا الناس اللي بتعاني من تكيس الموبايل، لان احنا اتفقنا ان ده بيفرز في المبيض، فاي حاجه بتضر المبيض بالتالي بتاثر على كفاءته في انتاج هرمون الاستروجين، وبالتالي بتعمل مشاكل في نقص هرمون الاستروجين، اللي منها ممكن يعمل ارق واضطرابات في النوم وتعرق وشعور بارتفاع في درجه حراره الجسم، وفي نفس الوقت كمان بيؤدي الى عدم كفاءة تمثيل عنصر الكالسيوم في الجسم، وده بيؤدي بدوره إلى هشاشة العظام. عشان كده الناس اللي بيجي بيوصل لمرحلة معينة اللي هو سن انقطاع الطمس، اللي الناس بتسميه سن اليأس، وأنا ضد هذه التسمية طبعا، لازم تاخد أشياء تعويضية عن هرمون الأستروجين اللي بيوقف بعد هذا العمر، اللي هو عمر انقطاع الطمس أو عمر انقطاع الدورة الشهرية. يبقى هرمون الأستروجين مهم جدا لنعومة الصوت، مهم جدا لتكبير الثدي، لشد شد الصدر، لتدويره، للتداويل الأنثوية بصفة عامة. هرمون الأستروجين هو الهرمون رقم واحد في هرمون الأنوثة، اللي بيسموه هرمون الأنوثة، اللي بيزود لي إحساس المرأة بأنوثتها. الشمر واليانسون بيزودوا لي، وان كان الشمر طبعا تاثيره اكبر من اليانسون. اليانسون يفضل ان انا ما اغليهوش، يفضل ان انا احط الميه المغليه عليه واتناوله زي الشاي الكشري كده. دوت بيفيد جدا في علاج او مساعده في علاج نقص هرمون الاستروجين في جسم المراه بشكل فعال جدا. ولكن ناخد بالنا ان اليانسون والشمر بيزودوا هرمون الاستروجين، وبيزود معاه هرمون البروجسترون، وبيزود هرمون الحليب اللي هو هرمون البرولاكتين. فالناس اللي عندها اصلا زياده في هرمون البرولاكتين وده مأثر على قدرتها على الانجاب، لازم ياخدوا الشمر واليانسون باحتياط شديد جدا، عشان ما نعالجش حاجه ونبوظ حاجه تانية. احنا دايما في قناتنا اتعودنا ان احنا نقول المزايا، ايه الفوائد اللي بتاعت اي عشب او اي طعام معين، ولازم نقول برضو السايد افكت او التاثير الجانبي ليه، عشان ما ناخدش حاجه نصلح بيها شيء معين ونبوظ حاجه تانية واحنا مش واخدين بالنا. يبقى كده انتهينا من الشمر وعرفنا الفرق بينه وبين اليانسون. الحاجه المهمه التانية هو الاوتس او الشوفان. الشوفان ده بيبقى ده شكله، ممكن ناخده زي الكورن فليكس كده نحطه على اللبن، ممكن نعمل بيه كوكيز، ممكن يخش في مخبوزات بطريقه كبيره جدا. الشوفان له قدره كبيره جدا على زياده هرموني البروجسترون والاستروجين في الجسم، وبيحقق توازن هرموني كبير جدا، وبيعالج نقص او عدم كفاءه الاستروجين، لان ممكن يكون الاستروجين موجود بس فيه هرمون ذكوره زياده في جسم المراه شويه، هنتعرف على اسبابه بعد شويه، مأثر على كفاءه هرمون الاستروجين، فده بيعوض لي النقص بشكل كبير. الشوفان او الاوتس له استخدامات كتيره جدا. نيجي لعشبه مهمه جدا خصصنا لها حلقه قبل كده، هي الحلبه. الحلبه من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بتحقق لي توازن هرموني كبير جدا في جسم المراه، وبالذات بتدر اللبن في فتره الرضاعه بالنسبه للسيدات المرضعات. الحلبه ليها تاثير كبير جدا على رفع كفاءه الاستروجين والبروجستيرون بشكل كبير، ولكن هي زي برضو بتزود شويه بنسبه قليله جدا هرمون البرولاكتين. التاثير القوي بتاعها مش المشروب، وده اللي الناس كتير مش واخده بالها منه، التاثير الاقوى بتاعها والاكثر فائده هو الحلبه المستنبته. استنبات الحلبة واستنى لما تطلع منها الجذر الابيض وتناولها على السلطة او تناولها كده او مع الزبادي، بيدي تأثير اكبر جدا من ان انا اخدها مغلية، وان كان برضو تناولها مغلي برضو له فايدة كبيرة جدا لصحة الصحة التناسلية والجنسية للمرأة. نيجي للموضوع برضو لعشب مهم جدا الناس بتغفل عنه، النعناع. النعناع عندي نموذج هنا من النعناع البلدي المجفف، وممكن ناخد النعناع الفريش. النعناع من ضمن الاعشاب الهائله جدا في تحقيق الاسترخاء والصفاء الذهني والقدره على التركيز، وفي نفس الوقت بيظبط لي ارتفاع نقص الاستروجين بس بشكل قليل. يعني لو كان الموضوع عايز تظبيط قليله، تظبيط قليل يعني لان كفاءته مش زي مثلا الشمر، بس ايه هو بيحاول يظبط العشب، بيظبط عن طريق المركبات اللي فيه، بيظبط درجه او كفاءه الاستروجين في جسم المرأة. كل الاعشاب دي بالمناسبه نسيت اقول لكم، كل الاعشاب دي بالمناسبه ليها تاثير في موضوع الاستروجين عن طريق وجود ماده نباتيه جواها اسمها الفايتو استروجين او الاستروجين النباتي. هو ده اللي بيعمل، هو دي الماده اللي في بعض النباتات بتخلي الجسم يعيد تمثيلها في صوره استروجين، بيأثر على زي ما قلنا بقى التداويل الانثويه وشد الصدر وتكبير الصدر للناس اللي بتشتكي من عدم وجود الصدر بالحجم المناسب والارداف والى ذلك.
النعناع مهم جدا في الموضوع دوت، بالاضافه انه زي ما قلنا له فوائد في الهضم والاسترخاء والصفاء الذهني وهدوء الاعصاب والكلام ده، وبرضه بيعالج الارق وقله النوم. بس لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان من ضمن الحاجات اللي بيعملها النعناع هو بيعمل ارتخاء للعضله بتاعت فم المعده، العضله اللي هي موجوده ما بين انتهاء المريء والمعده، فبيعمل لها ارتخاء. فممكن لو احنا شربناه والناس اللي عندها ارتجاع في المريء بيعمل لها مشاكل، فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده جدا جدا. نيجي للزيت السحري، هو زيت السمسم، واحنا خصصنا له حلقة يعني قبل كده. زيت السمسم من العلاجات الموضوعية الهائلة جدا جدا في موضوع شد وتكبير الصدر، لأنه له تأثير كبير جدا على تكبير الغدد اللبنية وتكبير حجم الثدي، وبيدي شكل كبير جدا بالنسبة لإيه، شكل كبير واحسن بالنسبه لحجم الثدي، لان احتوائه على مركبات زي ما قلنا مركبات موضعيه تشابه في تكوينها هرمون الاستروجين الانثوي، ودرجه السايد افكت او الاثار الجانبيه ليه قليله جدا، وبالتالي ممكن نستعمله بمنتهى الامان، لانه هو استعمال ممكن نستعمله استعمال موضعي، وممكن نتناول السمسم برضه في الاطعمه، بس مش هيدي تاثير زي زيت السمسم، واحنا خصصنا له حلقه بالتفصيل عن كيفيه استخدامه. اسمه اعتقد ان احنا كنا مسمين الفيديو هل جربتم هذا الزيت، هو زيت السمسم. نيجي الخضار مهم جدا، هو البروكلي. البروكلي من ضمن الحاجات المهمه جدا في عمليه عكسيه عكس اللي احنا قلناه خالص، هو ما بيزودش الاستروجين، هو بيكسره، بيقلل لي نسبة الاستروجين في الجسم. ليه؟ لان زيادة هرمون الاستروجين في الجسم برضو له اضرار، فبالتالي احنا ساعات بنحتاج ان احنا نحقق التوازن، لان التوازن مطلوب ما بين هرمون الاستروجين وهرمون البروجستيرون. الاستروجين لوحده من غير ما يكون هناك بروجستيرون يتوازن معاه، من غير ما يكون في توازن بينه وبين هرمون الاستروجين، بيؤدي الى تراكم الدهون بشكل كبير جدا في مناطق زي مناطق المؤخره والارداف، وفي نفس الوقت بيؤدي الى صغر حجم الثدي، وما يكونش في تناسب ما بين حجم الثدي والارداف. طيب ايه الحل؟ الحل ان يحصل توازن بينه وبين الاستروجين عشان يديني تناسق، وزي ما بيقولوا كده هارمونايزيشن بين ما بين اجزاء الجسم المختلفه. فلازم نعمل توازن ما بين الهرمون الاستروجين والبروجستيرون، فالبروكلي تناوله بيؤدي الى تخفيف حده الاستروجين لو الاستروجين زياده في جسم المراه. ولكن من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها ان هو تناوله ني او فريش من غير اي عمليات سلق، سواء بالبخار او بالميه، بيكون مشكلته ان هو بيعمل اضطرابات في الدوره الشهريه. تناوله بطريقه فريش على السلطه نقطعه زي ما هو كده ونحطه وناكله كده، بيؤدي الى اضطرابات شديده جدا في موضوع البريود او الدوره الشهريه، ودي مش محبذه على الاطلاق. فلازم ناخده سواء مطهي بالبخار او في صوره خضار سوتيه او مسلوق في نسبه ميه قليله عشان يديني التاثير المطلوب. احنا كده خصصنا مجموعه الاعشاب اللي عندنا، مظبوط بس احنا كده اتكلمنا عن النهارده عن مجموعه من الاعشاب والاطعمه المهمه جدا. عندنا الشمر، وعندنا اليانسون، وعندنا القدس او الشوفان، وعندنا الحلبه وزيت السمسم والنعناع والبروكلي. جميعهم ما عدا البروكلي بيحتوي على مركب زي ما قلنا اسمه فايتو استروجين، وده اللي بيساعد بشكل كبير جدا في زياده كفاءه، التعبير الصح زياده كفاءه هرمون الاستروجين في جسم السيده. وبالتالي الحاجات دي كلها تناولها بكثره بالنسبه للذكور، او بالنسبه للذكور بالنسبه للرجال يعني، او للذكور دون سن البلوغ، او للسيدات دون سن البلوغ، بيؤدي الى مشاكل صحيه احنا في غنى عنها. دي نقطه. النقطه الثانيه والمهمه، في منتج احنا مش عندنا برضو من ضمن الحاجات الرهيبه جدا في زياده هرمون البروجسترون وهرمون الاستروجين، وبالتالي بيؤدي الى تكبير حجم الثدي بالشكل المطلوب، هو فول الصويا. فول الصويا، منتجات فول الصويا، سواء دي الصويا او حليب الصويا او الجبنه اللي مصنوعه من حليب الصويا، منتجات الصويا بصفه عامه منتجات بتحتوي على هرمونات بيساعد في تحقيق التوازن اللي احنا عايزينه بين هرمون الاستروجين وهرمون البروجستيرون. فول الصويا سواء المطحون منه واضافته على البرجر او اللحمه المفرومه، او لبن الصويا، حليب الصويا، وده متوفر في كل السوبر ماركت الكبيره، هتلاقي موجود منتج مكتوب عليه حليب الصويا، في منه منكه بطعم الفواكه المعينه، وفي منه ساده، وفي اجبان، في جبنه بينتجوها بيتم انتاجها بواسطه حليب الصويا.
طيب اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم، ايه المظاهر اللي احنا ممكن نعرف منها ان الاستروجين عند المراه قليل؟ المظاهر اللي نعرف منها ان الاستروجين عند في جسم المراه قليل، اول حاجه نمبر 1 طبعا التحليل. تحليل الاستروجين ده تحليل متاح جدا. التحليل لو اثبت ان نسبه الاستروجين في الدم اقل من 100 جزء في المليون لكل ملي لتر دم، يبقى في مشكله، يبقى في نقص في هرمون الاستروجين. دي نمبر 1. النمره 2، في اعراض بتخلي الانسان يحس ان في مشكله في الاستروجين، وبتتشخص اذا الدكتور عرفها، يعني طبيب النساء عرفها، بيحول المراه للتحليل عشان يتاكد ان في نقص في هرمون الاستروجين، منها اضطرابات النوم، العصبيه المفرطه، التعرق بالليل بالذات في اثناء النوم تحس ان الجسم بيفرز عرق بكميات كبيره، الجفاف النبالي، وطبعا في الادفانسد كيس او في الحالات المتقدمه نقص الاستروجين بيؤدي الى هشاشه العظام، لان اتفقنا ان له دور كبير جدا الاستروجين في تمثيل الكالسيوم في الجسم، وبالتالي لو الهرمون الاستروجين مش موجود هيبقى الكالسيوم موجود والجسم مش قادر يستفيد بيه. عشان كده بعد سن انقطاع الطمس بيتم تعويض الجسم بالاستروجين عن طريق الاقراص وما الى ذلك عشان يقي الجسم من موضوع هشاشه العظام. في نهايه الحلقه يا رب نكون قدرنا ان احنا نعمل باختصار شديد جدا، لان طبعا الحلقه او الموضوع محتاج حلقات كتير، يا رب نكون قدرنا نلم بعض الاعشاب والاطعمه اللي ممكن نتناولها وتكون متوفره عندنا في كل بيت، نقدر نزود بيها موضوع زياده احساس المراه بانوثتها، لان ده طبعا موضوع بيأثر على الحاله النفسيه بشكل كبير. ازاي تقدر كل سيده تساعد جسمها في افراز بعض الهرمونات بشكل منتظم ومتوازن دون زياده في نسبه هرمون عن هرمون معين عشان ما يحصلش لخبطه في هرمونات، لان ده من اصعب الحاجات اللي ممكن تيجي في جسم الانسان، ان في يكون هرمون طاغي على هرمون تاني او بيأثر عليه. بكده يبقى خلصت حلقتنا النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وانا اسف كل مره بتأسف ان الفيديو بيطول، بس بحس ان في معلومات لازم تتقال لان المعلومات متسلسلة مع بعضها، ما اقدرش افصل حاجة عن حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، شير لو حسيت ان الفيديو ممكن يفيد حد غيركم، والى اللقاء ان شاء الله في الخميس القادم عن موضوع جديد ومتجدد في قناتكم اكل وشرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.